بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر محمود عبد الله، وإن شاء الله دلوقتي هنبتدي مع بعض Lesson 2 في Unit 9 Connect 5 Part 1 What could you do؟ What could you do؟ ماذا كنت تستطيع أن تفعل؟ سؤال عن المقدرة في الماضي بكود Subject plus Infinitive مصدر، وهنا do بمعنى إيه؟ يفعل. language focus ال vocabulary هنا عندنا Italian اللي هي اللغة الإيطالية، chess شطرنج، busy مشغول ودي صفة، able to قادر على ولازم يجي قبلها هنا هو be اللي هي في ال present am is are. الاي بيجي معها ام، هي وشي وات بيجي معها از، وي وي يو وزي بيجي معها ار. اي ام ايبل تو يعني انا قادر على، بلس بعدها بقى انفينيتيف يعني ايه؟ مصدر الفعل في المصدر بدون اي اضافات. تمام. طيب اللغه الفرنسيه اللي هي فرنش فرنسا، فرانس شهر، مانث التي اتش نطلع لساننا ما بين أسناننا وإحنا بنقولها، ف ابن العم أو الخال، cousin مندهش surprised amazed هنا أسف amazed بسرعة وسريع fast the adjective صفة و adverb، والadverb ده اللي هو الظرف بيصف فعل. اللغة الألمانية German بسرعة quickly، دي هنا adverb ظرف بيصف فعل أهو، ظرف يصف فعل وبيجي بعده يعني he talks quickly he runs quickly. تمام. وبيكون من الصفة اللي هي quick ده متضاف لها ly دي الادفرب دي الصفة. كرة السلة basketball عمر age. يلا بينا على language focus عن ايه؟ can can't could couldn't. اللانجوج فوكس هنا جرامر على المودل فيربس اللي هم كان وكانت، بتعبر عن المقدرة اقدر اعمل وما اقدرش اعمل في زمن البريزنت اللي هو المضارع، والباست منها اهو يستطيع ولا يستطيع، يستطيع ان، والباست منها could وcouldn't بمعنى كان يستطيع كان يقدر. بتعبر عن المقدرة في زمن ايه؟ الباست الماضي. الاتنين بيجي بعدهم بلس انفينيتيف مصدر، بلس انفينيتيف. لو لقيت اجابة بكان كانت كود كودنت تسأل بيها سؤال WH او سؤال يسنو على حسب بقى الاجابة اللي موجودة عندك فيها، يسنو تسأل بكان او كود على حسب present او past فيها جملة، وهقول الوقت الجملة هي ايه. تمام. تسأل ب WH كان كود السبجكت بتاعك الverb infinitive. طيب ايه الكلام ده بقى؟ بيقولك هنا when we talk about اهو عندما نتحدث عن something شيء we are or aren't able to do. انا قلت لك في الشرح ان في عندك be able to اهو بمعنى يكون قادر على، اهو be able to ده مع able to ده اللي هي هنا am is or، بس هو قال لك هنا ايه بيتكلم في الشرح مع الوي، يبقى اللي هو يكون قادر على انه يعملوا هنا الفيرب هنا ايه do. امتى؟ in the present، لان احنا هنا بنتكلم بايه الكان والكانت. we use can or can't بالعربي كده عندما نتحدث عن شيء قادرين او مش قادرين ان احنا نعمله في زمن المضارع نستخدم can بمعنى يستطيع وcan't بمعنى لا يستطيع. طيب انا اتكلمت على الجمله، انا عايزك تعرف شكل الجمله اهو، دي جمله. طب الجملة بتتكون من ايه؟ subject والverb بقى عندك هنا modal verb اللي هو can نفيو، ك
cannot لازقه في بعضها واختصاره can't plus infinitive اللي هو مصدر الفعل. I can play basketball بقدر ألعب الباسكتبول. I can't speak Italian ما بقدرش أتحدث الإيطالية. يبقى دي مقدرة استطاعة أو عدم مقدرة في زمن البريزنت بالكان والكانت. To make questions we change the order of the words to start with can. طب ما احنا عندنا هنا اهو بص تعالى كده questions عامة في عندنا yes no بتسأل بالverb الهيلبنج verb بقى هنا هنا modal verb تمام او wh بكلمة استفهام. ال yes no سؤال بمعنى هل ال wh بكلمة استفهام بquestion word. طب احنا عندنا القاعدة كان لقيت كان اهو لقيت كان لقيت كود اسأل بيها في ايه يس نو لازم اهو سؤال هل والدبليو اتش. طب ترتيبها ايه اي قاعدة بص بص اي قاعدة خلينا نبدأ بالدبليو اتش الاول لازم تبدأ بالدبليو اتش وورد لو انت بتسأل اللي هو بكلمة استفهام لو انت بتسأل سؤال بكلمة استفهام بلس بعدها الهيلبنج فيرب. طب لو مودال فيرب زي كان لازم يطلع بعد الدبل اتش انا هسيب لها مكان اهو بلس السبجكت ترتيب اي قاعدة الترتيب اللي انا بعمله ده لازم يجي بعد الدبل اتش هيلبنج فيرب او هنا مودال فيرب. هيلبنج فيرب اللي هو الفعل المساعد زي دو وداز وديد ام واز وار ووز وير بلس السبجكت بلس الفيرب بقى بتاعك على حسب تصريفه. طب احنا هنا بنتكلم عن ايه ها كان او كود بلس السبجكت. طب كان وكود تخلي الفيرب هنا ايه اصلا هي بيجي بعدها الفيرب ايه انفينيتيف يبقى الفيرب ايه انفينيتيف مصدر وبقيه الجمله بتاعتك بقيه السؤال هنا. طيب ده السؤال بالايه دبليو اتش. طب اليس نو كويستشن اللي هو السؤال بمعنى هل اهو شيل الدبليو اتش ده يعني دي مش موجوده خلاص شيلها وكمل القاعده بتاعتك طريقه السؤال عادي لحد الاخر بس ما بتشيلش اي حاجه بقى في الايه اليس نو كويستشن. يعني يس اي كود ران وين اي ووز يونج كود يو ران وين يو وير يونج السؤال بتغير بس بتعمل المقص بتاعك بتسال بالهيلبنج فيرب او المودال فيرب هنا كان وكود وبتغير بس ايه اللي هو الاي بتبقى يو الوي بتبقى يو اليور بتطلع في السؤال الماي بتطلع في السؤال يور تمام الماي والاور بتطلع في السؤال يور التغيير بس بيبقى ايه ضمير الفاعل او ضمير الملكيه اللي هي صفه الملكيه. طيب يبقى هنا بس احنا قلنا هنشيل الدبليو اتش ونحط ايه اهو كان كود بلس السبجكت بلس انفينيتيف اللي هو المصدر وبقيه الجمله بقيه الجمله خلينا اهو يبقى دي نمبر 1 اهو نمبر 1 دي نمبر 2 دي نمبر 3 نمبر 4 وبقيه الجمله 5 1 2 لازم تبقى عارف الاوردر ده الترتيب ده 3 4 والكان والكود دي بيتجاوب عليها يس والسبجكت الفاعل بلس كان او كود او نو والسبجكت بلس كانت او كودنت ماشي مع اضافات بقى ايه هقولها لك هنا ان الاي والوي في الاجابه بتطلع يو سؤال ان الماي والاور ملكي وملكنا بتطلع يور سؤال دول مهمين جدا مهمين في ايه في الدبليو اتش كويستشن واليس نو كويستشن. طيب اهو اسكينج اباوت ابيليتي ان ذا بريزنت السؤال عن القدره هنا احنا وصلنا هنا انتقلنا هنا في زمن ايه البريزنت
to make questions which change the order of the words to start with can. ما احنا قلنا لو شفنا can, can't, could, couldn't بتسأل بيها طبعا. اهو بيقول لك yes I can مثلا climb a tree يبقى can you climb a tree, yes I can or no I can't. ال WH question ما احنا قلنا بنسأل بال WH question ايه؟ one WH word اللي هي question word, two can و could, three subject هنا ضمير, four infinitive وبقيت الجملة what can you do أحمد؟ تقدر تعمل ايه أحمد؟ قال له I can run fast اقدر اجري بسرعة. التحدث بقى والتعبير عن القدرة وعدم القدرة في زمن الماضي بايه؟ could او couldn't. قال لك هنا هو when we talk about something we were weren't able to do in the past احنا خدناها verb to be في present اهو we aren't able to do in the present. طب هنا في past we weren't able to do in the past يبقى could و couldn't تعبر عن مقدرة او عدم المقدرة في past. قال لك اهو we use could و couldn't بيجي بعدها plus ايه infinitive. طيب اهو الاكزامبل I couldn't take the bus so I had to اضطريت ان انا اعمل ايه هنا to walk. تمام يبقى ده عدم مقدره في زمن الباست بلس بعدها تيك دي فيرب انفينيتيف ما قدرتش استقل او اخد الايه الاتوبيس فاضطريت ان انا ايه امشي. طب انا اعرف ازاي ان انا استخدم couldn't هنا؟ ما انت عندك فيرب اهو بيدل على الباست تصريف تاني had to معنى اضطريت تصريف تاني والتصريف التاني بيعرفك ان الفيرب ده في زمن ايه الباست الماضي. فلما تيجي تعبر عن المقدره او عدم المقدره هتبقى في زمن ايه الباست بايه بكود او كودنت. طب تو ميك كويستشنز بقى هنا عشان نسال which in the order of the words. طب ما احنا عارفين الكلام ده تلخيصه انا قلته فوق اهو سؤال بمعنى هل هو مديلك الاول yes no question could subject infinitive could you ride a bike when you were three عندما كنت في الثالثة من العمر لما كان عندك 3 سنين يبقى could yes I could or no I couldn't. طب WH question question word هنا عندك كلمة الاستفهام could subject infinitive what could you do when you were little السؤال عن المقدرة عندما كنت صغير little يعني صغير في السن I could swim well كنت بقدر اعوم بشكل كويس بشكل جيد. طب قال لك هنا we use can can't could couldn't with infinitive without to يعني ما تقوليش يعني هي بيجي بعدها المصدر بس بدون to يعني ما تقوليش مثلا في دي I could swim اقول لك غلط هي I could swim يعني مفيش مع كان وكان وكود وكودنت تو لا هو بيجي بعدها مصدر بدون تو مصدر بدون تو. اللي بعده البوب كويز هنا على اللانجوج فوكس parrots كان هتبقى انفينيتيف يقدروا ان هم ايه فلاي شي ايه درايف ا كار شي تيكس ذا باس. طب ما هي تيكس هنا خلي بالك ده زمن بريزنت فيرب في البريزنت يبقى هي ما بتقدرش ان هي تسوق سياره فبتاخد الاتوبيس يبقى شي كانت. My brother A count to 10 when he was 2 يبقى هنا بيقدر او ما بيقدرش يبقى couldn't ما كانش بيقدر. Last year دي زمن ايه past. We traveled to Africa يبقى could و couldn't الموجود عندنا could قدرنا ان احنا نسافر افريقيا. I couldn't say anything in German last year طبعا couldn't و last year but now ده ناوي الوقت دي الان present بس الوقت ايه في البريزنت هتبقى ايه كان او كانت. طب انا ما كنتش بقدر يبقى الوقت هو مديلك الاثنين اهو كان وكانت يبقى الوقت بقدر but now I can لان ناو لان but بتدي عكس الجملة اللي قبلها. تمام last year السنة اللي فاتت he ran very quickly but now he can برضه اهو بيقدر الوقت يبقى ما كانش بيقدر في الباست لان قالك last year يبقى ايه last year he couldn't. A you play the piano بص the piano when you were a child ما دي جملة دل على الباست عندما كنت طفل يبقى هنا could هل كنت تستطيع. Sorry I helped you with your homework I am busy
وهنا مشغول الوقت الآن ام دي اللي هي present مضارع فهيبقى ايه مش هقدر يبقى I can't help you with your homework. اللي بعده listen to part 2 the travelers المسافرون and the tree والشجرة. الفوكابلر عندنا كي فوكابلر زي branch of a tree اللي هو فرع شجرة ده بيبقى اسمه branch of a tree. shelter اللي هو المأوى اي مكان تقدر تحتمي بيه زي كهف بيت مهجور مثلا وانت قعدت فيه عشان تحتمي من البرد الشمس بيبقى اسمه shelter. exhausted اللي هو very very tired so tired تعبان جدا. a trunk of a tree اللي هو trunk of a tree اللي هو جذع شجرة اجزاء الشجرة branch of trunk of. extra vocabulary كلمات الإضافية زي fable اللي هي حكاية رمزية حدوتة land earth famous مشهور rest استراحة ويرتاح country دولة area منطقة area shade ظل breeze نسيم useless عديم الفائدة ملوش فايدة comfortable مريح tired متعب both كلاهما بتشير لي اتنين value قيمة مكانة wide عريض nuts مكسرات travelers مسافرين trader تاجر field الاي ما بتقلش والاي بنطق اي field ساحة وحقل ومجال idea idea اللي هي فكرة idea اللي هي فكرة hungry اللي هو جائع ungrateful ungrateful grateful اللي هو شاكر لي بيشيل جميل بيعترف بالجميل ungrateful عكس grateful اللي هو ناكر للجميل تعمل مهما تعمل فيه خير ما بيأثرش بينسى ungrateful probably probably اللي هو محتمل dry جاف meeting point ملتقى نقطة التقاء conjugation of verbs تصريف الأفعال regular و irregular منتظم وغير منتظم ال regular اللي هو المنتظم D-E-D I-E-D زي يستريح rest rested يستمتع enjoy enjoyed ال Y قبلها vowel ال O زودنا بس E-D ينقذ save saved يشكر thank thanked الirregular give gave يعطي يسقط fall fell يستيقظ wake woke يحفظ keep kept الimportant expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر هامة مهمة جدا move across يتحرك وينتقل عبرة fall asleep اللي هو يستغرق سريعا في النوم ينام بسرعة fall asleep يعني انت قاعد كده وبتعمل حاجة فجأة وانت من غير ما تدري رحت نايم ده تقول مثلا ايه I feel asleep ينظر لأعلى look up ينظر حول look around يشعر بالحزن feel sorry نقطة التقاء a meeting point four اهو a meeting point four اللي هي نقطة التقاء لي يستيقظ wake up طبقينا باردين keep us cool اي منهم مفيش اي حد ودي مفيش حد منهم neither of مفيش حد منهم مثلا اللي هي neither of study these definitions ادرس التعريفات دي الورد والديفينيشن الكلمه والتعريف a breeze اللي هو النسيم الرياح الخفيفه ويشم النسيم اللي هو smell the breeze من شم النسيم is a little wind او a gentle wind هي رياح خفيفة كده لطيفة useless عديم الفائدة مفيش منه راجع يعني اللي هو ايه يترمى when something is useless we can't use it لما يكون شيء مفيش منه فايدة ما بنقدرش اللي احنا نستخدمه ungrateful اللي هو غير شاكر غير ممتن لي ما يحسش بفضلك عليه مثلا او الخير اللي انت ما بيحسش بالخير اللي انت عملته له Or when someone is ungrateful, they don't thank others for doing something good. ما بيشكروش الآخرين لعمل شيء
كويس او خير ليهم. comfortable مريح، الشيء المريح ده تقدر تقعد عليه زي السرير مثلا تنام عليه او كرسي، او تقدر تلبسه زي جاكيت معطف. when something is comfortable or it's nice to sit on or wear، لطيف في ارتدائه او جلوس عليه. meeting point اللي هو مكان اللي هو نقطه التقاء، قالوا ايوه احنا هنتقابل في المكان ده، طيب ماشي نتقابل في المكان ده، ده بيبقى اسمه meeting point. is somewhere where people meet، هو مكان حيث يتقابل الناس. اللي بعده التكست، main points on listening and reading text، نقاط هامه على نصوص الاستماع والقراءه. طبعا عارفين ان دي بتبقى ملخص للافكار المهمه او النقاط المهمه اللي هتقابلنا في التكست عشان نبقى عارفين احنا هنقرا عن ايه. that tree was the only tree in a field، الشجره اللي هتبقى موجوده في التكست دي كانت الشجره الوحيده في الساحه او في الحقل. the travelers rested under the tree، المسافرون كانوا بيستلقوا وبيستريحوا تحت الايه الشجره دي. where دي عايده على الشجره. there is some shade، كان بيبقى موجود بعض الظل. travelers enjoyed the shade، المسافرون كانوا بيستمتعوا بالظل ده. and the cool breeze، وبالنسيم المعتدل البروده. in the end، في نهايه القصه the travelers were sad about، كانوا زعلانين منهم ايه being unkind، ان هم غير لطيفين غير ودودين، مش حاسين بيه الايه التري، يعني ما ادولهاش الشكر اللي هي تستاهله في التكست، وان هم كانوا جاحدين مع الشجره. listen and read the text. the travelers and the tree، المسافرون والشجرة، by ايسوب. الرايتر هنا اسمه ايسوب، ودي فيبل حدوتة. once، في يوم من الايام، ذات مرة ذات يوم، ودي من الكلمات الدالة على البوست. التكست هنا هيبقى حدوتة في البوست اهو. قال لك there was، كان يوجد، خاصة بايه بالتري. a very big old tree، شجرة كبيرة جدا وقديمة جدا. in a hot، مكانها فين؟ a hot dry land، في أرض حارة جافة مفيش فيها مية. it had lived for many years، عاشت في المكان ده للعديد من السنوات، كانت عايشة في المكان ده من سنوات عديدة. its trunk، جذعها، was very wide، كان عريض جدا. and it had many green branches، وكانت كان فيها تمتلك العديد من الكثير من الفروع الخضراء. it was famous، ليه كانت مشهوره؟ كانت مشهوره because it was the only tree، لانها كانت الشجره الوحيده. where it lived، حيث كانت موجوده، حيث كانت تعيش في المكان اللي هي كانت موجوده فيه، كانت الشجره الوحيده بس، والارض كانت hot ودراي، حاره وجافه. طيب لما يبقى في شجره واحده في المكان ده، ده هتبقى ملتقى سياحي، اللي رايح واللي جاي يعدى عليها يحتمي بيها. and it gave shelter اهو، and rest، مش شيلتر بس كمان، لا، and rest to hundreds of travelers، وكانت بتمد وبتزود بالمأوى والراحة لي، بتوفر مأوى وراحة لي مئات من المسافرين. as they moved across the country، وهم بينتقلوا عبر البلد، بيتنقلوا في البلد. it was near four towns، كانت بالقرب من أربع مدن. and many villages in its area، وبالقرب من العديد من القرى في المنطقة بتاعتها. and was a meeting point، وكانت نقطة التقاء for traders، للتجار بيجوا المكان اللي بيجي يلتقوا فيه، من ما هم بيجوا من مسافات كبيرة. طب عشان يكونوا في مكان يقدروا يرتاحوا فيه ويحتموا فيه من الشمس والحر، تمام، كانت الميتنج بوينت بتاعتهم الشجرة دي. one day، في يوم، two travelers who were new to the area، one day برضو دي بتسرد قصة في البوست. فبقول لك كان في اتنين من المسافرين جداد على المنطقة دي، أول مرة يجوا المنطقة دي.
We're walking across the field. كانوا ماشيين عبر الحقل. And saw the tree وراءهم الشجرة. It was very hot and dry day. It was a very hot and dry day. كان يوم حار وجاف جدا. And one of them, واحد من الاثنين المسافرين دول said, قال, let's stop under that tree. Let's stop يعني خلينا هيا بنا نتوقف under that tree تحت الشجرة دي. Where? حيث عايدة على ايه؟ الشجرة كمكان هنا. There is some shade. حيث يوجد بعض الظل. التاني راح قال له ايه؟ موافق على الكلام بتاعه قال له that's a very good idea. That's a very good idea. قال له ده فكرة رائعة. Said his friend. They rested under the tree. استريحوا تحت الشجرة. And drank some water. وشربوا بعض المياه. They then enjoyed the shade. بعدها وقتها بقى استمتعوا بالإيه الظل. قبل كده كان حر وجفاف. الوقت في ظل. وشربوا مية. استمتعوا بالظل and the cool breeze والنسيم المعتدل الرائع. As they were exhausted ولأنهم كانوا تعبانين جدا they soon fell asleep سرعان ما ناموا استغرقوا في النوم. When they woke up لما صحوا لما استيقظوا one of the travelers felt hungry واحد من الاثنين حس بالجوع شعر بالجوع. Neither of them مفيش واحد منهم مفيش حد منهم had any food كان معاه أي طعام in their bags في الشنط بتاعتهم في حقائبهم. So لذلك they looked up at the branches of the tree احنا تحت شجرة فبصوا كده أعلى فروع الشجرة بصوا على رفع رأسهم كده وبصوا على فروع الشجرة. واحد منهم قال إيه this tree الشجرة دي is useless عديمة الفائدة. One of them said, "It has no food for us." ما فيش فيها أي طعام لنا. There are no nuts. ما فيش بندق ولا مكسرات or fruit ولا فاكهة. On its branches على الفروع بتاعتها. But it has shade, and it's keeping us cool. Said the other. واحد ungrateful. بعد ما كانت الشجرة دي بتمده بالظل. ومكان مستريح ينام فيه نكر الجنون قال لك ده عديمة الفائدة والتاني هقول له ايه لا بس في حاجة هي مدتنا وفرت لنا ظل and it's keeping us cool كمان ده هي بتحافظ على اعتدال برودتنا تمام اللي هي بتجعلنا نشعر اللي هو ايه بالبرودة من احتمائنا من الحر said the other but ولكن the tree heard سمعت the first traveler's words كلمات الايه المسافر الاول and it was very angry والتري الشجره غضبت جدا من كلامه. How can you be so ungrateful وهنا الفيبل لان الشجره بدات تتكلم فبتقول له انت ازاي تكون ناكر للجميل قوي كده جدا. It said you came to me انت جيت لي feeling hot تشعر بالحر and tired وتعبان. I gave you a cool comfortable place to sleep. أنا اديتك مديتك بي وفرت لك مكان معتدل البرودة مريح تنام فيه and I probably saved your life. وأنا ربما كمان أنقذت حياتك. ما أنت لو أنت كنت مشيت في الحر ده والجفاف ده كان زمانك موت. Look, there is no other cool place to sleep near here. بص كده حواليك مفيش أي مكان رائع مكان معتدل البرودة تاني تنام فيه قريب من هنا near here بالقرب من هنا قريب من هنا. The travelers looked around them المسافرين بصوا حواليهم كده and saw the tree was correct وشافوا من الشجرة دي عندها حق كلامها صحيح and felt very sorry وشعروا بالأسف الشديد. المورال of the story المغزى الأخلاقي والدرس المستفاد من القصة دي it's important to من المهم ان انت ايه give value to تدي قيمة لي
give value to. تدي قيمة لإيه؟ small things، الأشياء الصغيرة in our lives، في حياتنا. يعني حتى لو حاجة بسيطة وبتدي لك فايدة، حتى لو الفايدة بتاعتها بسيطة جدا، لا ادي لها اهتمامها وشوف أهميتها، ما تكونش ناكر للجميل. ده التكست، ودي نهاية الأفكار الخاصة بالتكست. التكست نهاية الفيبل دي رائعة وجميلة جدا. تمام، يلا بينا على الجنرال نوتس. الجنرال نوتس على التكست هنا أساسه إيه؟ اللي احنا قرأناه ده عبارة عن إيه؟ فيبل، يعني إيه؟ حكاية، حدوتة، خرافة. طب يعني إيه خرافة يا مستر؟ فيها أحداث من وحي الخيال، زي إن الشجرة مثلا بتتكلم، ده ما بيحصلش. بدأ لك التكست بوانس وبعد كده قال لك وان داي، ودول يهمونا ان احنا بنبقى عارفين ان دول بيكلموا او بيعبروا عن زمن الباست سيمبل، يبقى الاحداث في الباست سيمبل ماضي. وانا بحاول اطلع الجنرال نوتس من التكست، حاولت اركز على ان تعرف اكبر عدد ممكن من الفيربس في الباست سيمبل، زي مثلا there was كان يوجد للمفرد، للمفرد او اسم لا يعد، there was a tree، there was water. give shelter و give rest to شخص، somebody اللي هي شخص. بيوفر المأوى والراحة للشخص ده، والماضي من give ايه؟ give. move و walk across، ينتقل عبرة، يمشي عبرة. The country، قلنا move across the country اللي هو بينتقل في البلد من مكان، طبعا البلد فيها مدن وقرى، تمام، بعيدة جدا عن بعض، فالانتقال من وإلى المدن والقرى دي على مسافات بعيدة بيبقى move across the country، تمام، بينتقل في البلد من مكان لمكان. walk across بتبقى إيه بقى؟ دي تمشية، the field، الحقل. let's اختصار let us بمعنى ايه؟ يلا بينا، هيا بنا. بيجي بعدها ايه؟ infinitive مصدر، let's eat، let's drink، let's rest. موافقة على فكرة حلوة عجبتك، it's او that's a very good idea. that's a very good idea اللي هي فكرة رائعة. ممكن تقولي that's a good idea، بس هو ضاف هنا في التكست very، لما انت تكون ايه عجبك قوي هتقول لي اتس او ذاتس ا فيري جود ايديا، فكره رائعه. يبقى دي ايه؟ موافقه على ايه؟ على اقتراح. طيب فيل، يشعر بالحر، هوت بالتعب، تايرد بالجوع، هانجري بالعطش، ثيرستي بالاسف، سوري. دي كلها الحاجات اللي جت مع ايه؟ فيل، انا ضفت عليها بس ايه؟ thirsty. under يعني تحت، ودي يشعر بي، واندر يعني تحت، under the tree تحت الشجره. live دي بقى الباست فيربس، الفيربس في الباست انا جايبها انفينيتيف عشان اعملها معاك هنا. live يعيش، lived عاش. have وhas والباست منها عامل اكس كده اهو، had. move moved. see saw، يرى رأى. say يقول، said. rest rested، يرتاح ارتاح. drink drank، يشرب وشرب. enjoy enjoyed. fall fell. خلينا نقول الاكس معناها الفيرب ده الريجولر. wake up woke up. يستيقظ استيقظ. look looked. وخلي بالكم look هنا كانت في التكست معها up اللي هو ينظر لأعلى، look up the branches ينظر لأعلى ايه؟ على فروع اللي هو الأشجار. look up at the branches، آسف، look up at the branches اللي هو ينظر لأعلى على فروع الأشجار. ولوك around ينظر حواليه، تمام، يبقى look up at the branches اللي هو يرفع راسه كده لفوق ويبص على ايه؟ فروع الاشجار. واراوند، لوك اراوند ايه؟ ذا اريا، ينظر حوالين المنطقه اللي هو فيها، تمام. وهير الريجولر منها انا اقدر ازود دي بس، تمام،
هي هيرد، بس انا عايز بالاكس اعرفك ان هي الريجولر. وكم كيم، وهير اللي هو يسمع، كم ياتي كيم، وسي يرى سو. دي كلها اهم الفيربس هنا اللي اتذكرت في الباست بتصرفاتها، تعرف الفيربس دي. التكست مش عايز اعقد، لان لو حاولت اطلع كل حاجه فيه هتبقى الدنيا كبيره قوي، فانا جبت المبسط بس الفيبل وتصرفات الافعال. يلا بينا على اللي بعده، التطبيق. General exercises هنا على lesson 2 parts 1 and 2. بيقول لك هنا listening, listen and write true or false. يلا بينا نص الاستماع. Trees are tall plants. They are very important for our earth. Trees help clean the air. They give us a gas called oxygen. People and animals need oxygen to breathe. Many animals make their homes in trees. Some trees can also give us food. Question number one, trees are very important for our earth. من غير استماع طبعا ده true. Trees give us carbon dioxide. دي طبعا false، لان الاكسجين. People and animals need oxygen to breathe. حقيقي true. Animals can make their homes in deserts. اتذكرت في التكست. In trees يبقى false. Read and match. When something is useless، عديم الفائدة، اللي بيحصل؟ قال لك هنا we can't use it، اهو ما بنقدرش اللي احنا نستخدمه، يبقى دي 1. Can you ده سؤال بمعنى هل، يبقى في الاخر question mark. و can you بعدها infinitive مصدر، فين الفيرب هنا مش تبقى important، تبقى can you speak English. Why are question، يبقى question mark. Why are trees، ليه الاشجار، important for humans، مهمة للبشر. A breeze is، قلنا a little wind، رياح لطيفة خفيفة. I couldn't read، ما قدرتش، ما كنتش بقدر أقرأ. When I was two، لما كان عندي سنتين. Read the text، الباسج. Once there was a very big old tree in hot dry land. It had lived for many years. Its trunk was very wide and it had many green branches. It was famous because it was the only tree where it lived. And it gave shelter and rest to hundreds of travelers as they moved across the country. One day two travelers who were new to the area were walking across the field and saw the tree. It was a very hot dry day and one of them said, let's stop under the tree where there is some shade. That's a very good idea, said his friend. طب ليه يا مستر انت مترجمتش؟ لان انا قايل الكلام ده بالظبط في التكست بكل كلمة مترجمة. The underlined word wide means، معناها طبعا wide اللي هو عريض متواسع، يبقى big. How was the weather، كان عامل ازاي، كان hot، كيف كان الطقس. How was the tree useful for travelers، ازاي كانت الشجرة مفيدة. قال لك هنا اهي فين، it gave shelter and rest to hundreds of travelers as they moved across the country. Summarize the first paragraph in one sentence، في جملة واحدة بس هنقول a very important big old tree، شجرة مهمة جدا قديمة وكبيرة. Reorder the line، يستطيع كان الverb run very fast، بسرعة جدا. The travelers المسافرين were so ungrateful، كانوا غير شاكرين جدا. Snails الحلزون can live، بيقدر يعيش in shells، in the shells في المحار. Could بعدها subject، you بعدها الverb، swim هل كنت تستطيع أن تسبح، when عندما، you were كنت 5 عندك 5 سنين. Why WH و question هنا بال WH word، question word اللي هي why، وطبعا ال W capital. Why is oxygen important for animals، و question mark في الاخر لان ده سؤال. Bats B capital can hide in the dark، ودي جملة، يبقى نقطة في الاخر. Write a paragraph of 40 words، what could you do when you were when you were 3، كنت هتقدر تعمل ايه وانت عندك 3 سنين. Run و speak اي لغة، ارجع للتكست او اتكلم عنك اي حاجة كنت تقدر او متقدرش تعملها في البوست بكود كودنت. الموضوع بسيط جدا، ممكن تستخدم كان وكانت برضو، ان انت ما كنتش بتقدر في البوست وبقيت بتقدر في البريزنت.
واهم حاجه ما تسيبش الرايتنج حتى لو تكتب افكار بسيطه، بس اهم حاجه يكون بروبر انجلش، انجليزي تمام، فوكابلري كلمات وجرامر. ده نهايه ليسن 2 بارتس 1 اند 2. اتمنى ان تكونوا استفدتم. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.